مزيان دونك نبداو بهاد البارتي ديال بارتي 1 ديال دوفوار 2 وراني داير دوفوار 1 بحال تقول هذا غير زي نزيدوه صافي هذا غنزيدوه على داك دوفوار 1 وغتستافدو منه حتى هو بزاف ديال الحاجات وغتستذكرو بيه دابا بحال غنديرو التسخينات هادشي راه غتسخينات نديرو التسخينات بهاد لي زانتيغرال دونك نبداو بأول انتيغرال اللي هي اي 1 كالكولي لي زانتيغرال سويفونت نبداو بهاد اي 1 هادي دونك هاد اي 1 بعدا شنو هما لي تكنيك باش نكالكيليو اون انتيغرال اول وحده كتجي في البال شنو هي هي القاولة بريميتيف ديال داكشي اللي وصل انتيغرال يعني كيكون عندنا واحد الانتيغرال ديال واحد الفونكسيون من ا لبي اذا عرفنا ان اف بيتي اف عندها واحد بريميتيف سميتها غروند اف صافي كنديرو هكا غروند اف دو اكس ا لبي صافي وكنكالكيلو سي اف دو بي موان اف دو ا هاد هاد اللعيبه هاد اونتر كروشي ا بي كدا هادي ما هي الا نوطاسيون دات لك لهاد لا كونتيتي هادي هادي نوطاسيون ديال هاد لا كونتيتي فهمتو كيفاش هادي سي اون نوطاسيون صافي بحال هادي كنسميوها هادي تو سامبلومون مزيان دونك هادي هي اول تكنيك كتجي في البال كنحاولوا نلقاو لا بريميتيف عافاكم واش اغلبيتكم شايفين داك الدوفوار ان اللي خادمو الى اخره شايفين شويه في لي زانتيغرال شايفين قولوا لي لا شايفين حنا جينا الدرس ديال الانتيغرال في القسم اوكي مزيان صافي المهم ان شاء الله كلشي غيفهمنا انا ونشرحو دي طاي وكاين شي حوايج اللي واخا الناس اللي فاهمين واخا كاين شي حوايج غنركز لهم عليهم دونك اللي ما تيقدرش عفاكم جاوب اللي ما كتسمعش الصوت خصها دير غوجوان الاوديو ديري غوجوان الوغ دابا هادي خصنا نقلبو على بريمتيف ديما شدو الوسخ وقولو في الوسط هادي شنو نقدر ندير ليها كتشوفو كسر كتفكرو في دي بريميتيف بحال مثلا او بريم على او بريميتيف ديالها هي ال ان ديال الفالور ابسولي دو او كتجيو كتفكرو في شتو غاسين كوبي كتفكرو خاصها تكون ديريفي الفوق ولا غاسين كاغي الا كانت او بريم سيغ دو غاسين او هادي بريميتيف ديالها هي غاسين او بيان سور بلوس كونستانت هادشي بلوس كونستانت ولكن كونستانت مكنديروش لانه الانتيغرال فيه لي بور لاحظتوا انه هاد التحتانية الديريفي ديالها ما كايناش الفوق دونك ما يمكنش نفكروا الديريفي ديال غاسين كوبيك يعني بريم سي 3 غاسين كوبيك ديال يو كاري هادي الديريفي البريميتيف ديالها هي غاسين كوبيك دو يو دونك ما يمكنش نلقاو شي حاجه من هادشي بالتالي خصنا اشنو نديرو هادي سهله صراحه لاست ديالها لاستيوس ديالها سهلة لو سامبلومون حنا كنعرفو بريميتيف ديال اكس بيسونس ان شنو هي بريميتيف ديال اكس بيسونس ان اذا كان بيان سور ان ديفيرون دو دو موان اكس بيسونس ان بلس ان سور ان بلس دونك هاهي هادي دونك هادي الى 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 قسمنا هادو لاحظو الى قسمنا هادو ديناهم اكس كاري على غاسين كوبيك دو اكس بلس 1 سور غاسين كوبيك دو اكس نقدر نكتبو على الصوم ديال شي حاجة اوس ان بحال دابا هادي هادي هي اكس بيسونس 2 موان 1 سور 3 وهادي اكس بيسونس موان 1 سور 3 لاحظتو صافي وغنخدمو هادي اكس بيسونس هادي ستة ناقص واحد هي خمسة على ثلاثة بس اكس بيسونس موان 1 سور 3 دونك الانتيغرال دو 1 ا 8 ديال هادي دي اكس سي الانتيغرال دو 1 ا 8 ديال هادي اكس سي الانتيغرال دو 1 ا 8 هادي دي اكس الانتيغرال دو 1 ا 8 ديال هادي دي اكس دونك بريميتيف ديال هادي سي 1 سور 5 sur 3 plus 1
x puissance 5 sur 3 plus 1, خدم هذه القاعدة plus 1 sur moins 1 sur 3 plus 1, x puissance moins 1 sur 3 plus 1. الناس اللي شافوا كيفاش شرحت لي بريميتيف في هذاك لي 3 فيديو اكونوا عارفين مزيان اش كندير هنايا. وحتى الناس اللي ما عارفين القاعده ديال ان بريميتيف ديال هذه دي. صافي راه باين كلشي باين. دونك لي بريميتيف هما لي لا باز ديال الانتيغراسيون. اللي عنده مشكل مع لي بريميتيف يقولها لي باش نوجهوا للحل. دونك صافي هنا كيبقى غير التعويض. دونك انا التعويض ما غنديروش، انا الحساب والتعويض صافي كتحسبوا كتعوضوا سامبل بلا ما نزيد ديطايا. راه كاين في الفيديو الاول، الفيديو زعما دوفوار 1 راه شرحت فيه داكشي بالتفصيل الى اخره. دونك غنحاول ندوز بالزربه باش نقدروا نكملوا هاد الدوفوار. مزيان دونك هاد الانتيغرال الاولى مزيان ساهله. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، كاين اللي غيقول لي كيفاش كتجيك ليدي كيفاش كذا، نقول لك خصك تخدم بزاف ديال لي زانتيغرال. فهمتوا خصكم تخدموا بزاف ديال لي زانتيغرال، الانتيغرال الاولى الثانيه الثالثه لا صافي غادي دير. واحد القضيه، واحد القضيه انا بغيت نقولها مهمه بزاف اكثر من هذا الشيء اللي غندير في هذه الحصه ولا في الحصه الاخرى ولا في اي حصه. لاتي دابا الكور ديال الانتيغراسيون وكاع لي كور اللي كما كتعرف فيهم شي حاجه اللي مهمه خصكم تكونوا عارفينها. كاين شي حوايج اللي مهم، من مثلا كاين واحد غيمشي غيبقى يكالكولي في لي زانتيغرال، يبقى يحسب هاد الانتيغرال وهاد الانتيغرال ودير الانتيغرال با بارتي هنايا ويحسب هادي ويحسب هادي ويحسب هادي، غيضيع وقت كثير في الكالكول دانتيغرال، يبقى يكالكولي في لي زانتيغرال. دونك غيجي غيعطي غير وقت قليل الفونكسيون ديفيني باغ انتيغرال وليتيود ديال لي فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال ولي سويت ديفيني باغ انتيغرال ولي سويت دو رايمان وكيفاش تونكادري واحد الانتيغرال، كيفاش تحسب ليميت ديال واحد الانتيغرال تونكادري تحسب ليميت ديالها، كيفاش تيتيدي اون سويت ديفيني باغ انتيغرال. هادشي غيهملو وغيصدق هو وكأنه معمرو قرا الانتيغرال وما يقدرش يخدم فيه دي بروبليم. دونك انا كننصحكم انكم تركزوا شويه تحسبوا في الاول، تعلموا لي تكنيك ديال الانتيغرال، ولكن من بعد دوزوا لي بروبليم. صافي هو هادشي اللي غادي ندير معكم، رانا هادشي داير في بلاتفورم وهادشي اللي غنديرو دابا، نبداو بالتسخينات بهذا الاخر ومن بعد ندوزو لي بروبليم نيشان. هادشي بغيت نقوله لانه مهم بزاف. نرجع في كنا دونك سيدي دوزو الانتيغرال اي 2 اي 2 كيف ما كتشوفوا هاد الانتيغرال اي 2 تا هي نفس الطريقه. عرفتوا علاش؟ نقسم كل شيء الى الانتيغرال من 1 2 اكس بيسونس 5 x puissance 2 yeah. moins 4 x puissance 3 sur x puissance 2 plus 7 sur x puissance 2 tout dx égal ça fait narrer le calcul ça sera 7 1 à 2 x puissance 2 moins 4 x puissance 4x plus 7 sur x carré 7 fois 1 sur x carré بحال بحال dx. هادو كلهم كتعرفوا لي بريميتيف ديالهم، دونك خصكم لي بريميتيف تكون طاح لهم. بريميتيف ديال اكس كاري هي 1 سير 3 اكس بيسونس 3، بريميتيف ديال موان 4 اكس هي موان 4 سير 2 اكس كاري يعني 2 اكس كاري، و بريميتيف ديال 7 فوا 1 سير اكس كاري. شوفوا غير بريميتيف ديال 1 سير اكس كاري شنو هي، هي موان 1 سير اكس لان الديريف ديال هادي هي 1 سير اكس كاري. وتقدروا تشوفوها نعم زاد هذيك الاولى اكس بيسونس 3 في ستارت شاري ستار ثاني الاول هذيك اول وحده اكس سور 3 5 سور اكس كار بسونس 3 دونك غتكون بسونس 4 4 بصح غلط في الحساب صافي. و ان سير اكس كاري تقدر تشوفوها هكا لكتو عرفنا، تقدر تشوفوها هي اكس بيسونس موان 2 بريمزي ديالها. طبقوا القاعده ان سور موان 2 بلس 1 و اكس بيسونس موان 2 بلس 1 تخرج لكم هي موان هي موان 1 سور اكس بيسونس
Donc, là, elle a dit c'est moins 7 sur x. Il y a la primitive de là, donc 1, 2. Ça veut dire que ça va être un peu de temps. Ça veut dire que ça va être un peu de 2. Moins, ça va être un peu de 1. Ça veut dire que tu calcules. انا تنزرب تنزرب بحال هكا لانني عارفكم عارف هادشي ما وعارف انه كاين دوفوار اللي هو بيان ديطاي على هذا وشرح فيه بالتفصيل ف يجيكم الملل اللي بقيت كنديطاي لكم دونك بالنسبه للانتغرال اي 3 شكون اللي يقول لي ليدي ديالها الانتغرال اي 3 استاذ ديال الدراسه ديك اكس بلس 2 فين كانت معاك باش نقولها غلاسيون تشارلز لانه دابا الانتيغرال عندنا تما وسطها فالور ابسولي حنا ما كنقدروش نحدو شي بريميتيف ديال شي داله فيها فالور ابسولي ياك بالتالي خصنا نحيدو الفالور ابسولي وباش نحيدو الفالور ابسولي خصنا نعرفو لو سين ديال داكشي اللي عندو فالور ابسولي بالتالي خصنا نعرفو لو سين ديال اكس بلس 2 وحتى اكس موان 2 وديك الساعة عاد نقررو باش نديرو شحال ياك دونك نديرو الطابلو سين ديال اكس بلس 2 اكس موان 2 اكس هادوك معرفين في اق حنا عندنا الغرض من الانترفال موان 3 3 ماشي مشكل استاذ واحد دقيقة اها نعم استاذ ماشي خصنا ديك الانتيغرال نفككو باش الاكس موان 2 نديرولها شارك وحدها و اكس بلس 2 نديرولها شارك وحدها عندنا بويسونس 3 تدخل عليها ما عليه بلاتي الانتيغرال ندخل على بويسونس الانتيغرال ديال اف بويسونس ان هي الانتيغرال دو اف لو 2 بويسونس ان على هكا كايناش هادي ما كايناش هادي بقى لا ما كايناش الانتيغرال ديال البرودوي ماشي هو البرودوي ديال لي زانتيغرال الانتيغرال لينيير ما معنى لينيير يعني الا كنت الا درتي الانتيغرال ديال واحد لامدا لامدا كاين في اغ واحد اف يمكن تخرج لامدا سي لامدا في الانتيغرال ديال اف اها وعاوتاني اذا درتي الانتيغرال ديال الصوم ديال دو فونكسيون هي لا صوم ديال لي زانتيغرال ولكن الانتيغرال ديال اف و جي ماشي هي الانتيغرال ديال اف ولا الانتيغرال ديال جي هادي ما كايناش صافي هاد جوج حوايج هما كتسموا لينياريتي الانتيغرال هي واحد لابليكاسيون لينيير ابليكاسيون لينيير واخا نتوما كتعرفوا شنو هي ابليكاسيون لينيير ولكن عندها خصائص ديال ابليكاسيون لينيير يعني كتحقق جوج ديال الحوايج الا ضربنا بواحد ضربنا في واحد واحد هادشي غتفهمو اكثر في نديرو لي ستركتور لي ستركتور الجبريك ملي غديرو لي ستركتور الجبريك غتفهمو اكثر على شنو نهضر دونك نكمل دونك هنا غندير الطابلو سين ديالها بعد نعرف شنو ندير بديك الشحال حيت عندي بيسونس 3 كون ما كانش بيسونس 3 كون نقسمو مع ندير اللي بغيت ديك الساعه دونك هنا هادي كتنقادم في موان 2 الاخرى في 2 هادي في موان 2 اخرى 2 دونك هادي موان بلس بلس موان موان بلس صافي دابا شوف باش غندير الانتيغرال ندير الانتيغرال حد موان 2 ومن موان 2 ل 2 كاينه موان 3 هنا دونك غندير الانتيغرال من موان 3 لموان 2 كنعرف انهم بزوجهم سالبين وغندير الانتيغرال من موان 2 ل 2 كنعرف ان هذه موجب الاخرى سالبه شويه غندير الانتيغرال من 2 ل 3 دونك هاد الانتيغرال اي 3 كتساوي الانتيغرال من موان 3 موان 2 ديال 1 بلس كيفاش دايره اكس بلس 2 سالبه دونك غتولي موان اكس موان اكس موان 2 دونك موان اكس موان 2 والاخرى تاهي سالبه غتولي موان اكس بلس 2 هادي لو تو بيسونس 3 دي اكس بلس الانتيغرال من موان 2 بس حد موان 2 غنكمل موان 2
ونحبس في دول لان هنايا ما كيبدلوش اشاره هنايا فهمتوا كيف ما خصنيش ندير مثلا من موان 3 لدول لان وحده فيهم كتبدل الاشاره ما غنعرفش نقول واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف فهمتوا كيفاش دونك هنايا x plus 2 بوزيتيف دونك غتبقى كما هي فالور ابسولي ديالها هي نفسها x plus 2 ولكن الاخرى نيجاتيف x موان 2 دونك هنا الفالور ابسولي ديالها هي موان x moins 2 entre parenthèses, yani moins x plus 2. Plus. Dabba, l'intégrale est de 2, 3. C'est un hadith 3. L'intégrale de 3. 6 puissance 3. Dial 1 plus. Un jugement positif. Donc, la valeur absolue de l'eau, moyenne 900. 1 plus x plus 2. Plus x moins 2. Le tout puissance 3. dx égal دابا هنا تلاحظوا معايا مشي 2 مع 2 moins x تكون تكون الانتيغرال دو موان 3 ا موان 2 ديال 1 موان 2x بويسونس 3 dx بلس الانتيغرال من موان 2 ل 2 هنا غتمشي x مع x غتبقى 5 بويسونس 3 dx بلس الانتيغرال دو 2 ا 3 هنا غتمشي 2 مع 2 غتبقى 1 بلس 2x بويسونس 3 dx مزيان عاوتاني هادو هما قول لي شكون اللي يقول لي الاولى كيفاش غنديروا لها الاولى هادي هي يقول لي القاعده اللي غنخدموا ديال لي بريميتيف هادي كتادمي اون بريميتيف ياك نشوفوا واحد الداله اوس ان شنو خصها باش نعرفوا بريميتيف ديالها خصها غير اف بريم حداها باش نقولوا ان لا بريميتيف هي 1 سور 1 بلس 1 f بيسانس 1 بلس 1 صد الاولى نضربوا في واحد موان 2 ونخرجوا موان 1 سور 2 اه لا دونك خصنا هاد لا فورم داكور لانكم عارفين ان الديريفيانس الديريفي ديال هادي شنو هي هي ان في اف بريم في اف بيسانس ان موان 1 الاكس ديالها شنو هو البريميتيف زعما الاكس ديالها شنو هو تكون عندك واحد اف بيسانس ان البريميتيف ديالها شنو هي باش ترجع من هنا لهنا من هنا كديريفي ياك كديريفي من هنا كتانتيغري دونك خصك واحد الاف بريم واحد الكويفيسيون ماشي مشكل حنا يكون عندنا الاف بريم الاخر تنقسمو عليه داكوغ دونك خصك اف بريم فوا اف بيسونس ان كتعطيك هادي دونك هادشي راه شرحتو في داكشي ديال لي بريميتيف دونك هي اللي غادي نطبقو هنايا ابليكيوها لاحظوا شنو غندير غادي نبين غير هاد لا فورم اللي كتبها هنايا اف بريم اف بيسونس ان بريميتيف ديالها هي ان سور ان بلس ان او كنديرش تساوي اسهل هذا اف بيسونس ان بلس ان دونك خصني نبين هاد الشكل هذا هاد الشكل شنو هو موان موان 3 موان 2 خصني هادي بريم ان موان 2 اكس بريم خاصاني نكتبها شنو هي هادي هي موان 2 دونك انا بحال ضربت في موان 2 دونك خصني نقسم عليها ها هي خرجت على برا صافي مزيان بلس هذه سهله ايزي بريميتيف ديالها هي هذه دير نيشان درت بريميتيف هذه هي شنو نفس القضيه غير نفس الطريقه ديال هذه خاصها غير ان بلس 2 اكس بريم تكون حداها ولكن نرى بحال ضربت في 2 هذه راه كتساوي 2 دونك بحال ضربت في 2 ونقسم على 2 انا اكيليبريتها دونك هادي سي موان زان سيغ 2 شنو هي هادي انا كتب نيشان بريميتيف لانني غنخدم هاد القاعده هادي سي سي 1 سيغ 3 بلس 1 يعني 1 سيغ 4 1 موان 2 اكس بيسونس 4 ديري فيها وتشوف تعطيك هادي ها من موان 3 لموان 2 بلس هادي صافي راه قاعده وهذه هي نفس القضية 1 دومي نفس القضية 1 سور 4 1 بلس 2 اكس بيسونس 4 باش من دي اكس لا من 2 3 صافي بقى غير الكالكول بلا ما ندير الكالكول ياك بلا ما ندير مزيان كاين اللي عنده شي سؤال بخصوص هاد الشيء هذا شي تاني شي بريميتيف ما فاهمهاش كيفاش كتحسب هكا يسول شي قاعده ما فاهمهاش
خذوا راحتكم. السد واحد السؤال دابا بغينا نحسبوا هذه بغينا نكملوا غادي نعوضوا هذيك اكس موان 2 ونديروا موان ثاني ونعوضوا اكس موان 3. اه ماشي نوري سي ناخذها انا غادي نكمل عليها هادي لا بغينا نحسب واش غندير غير التعويض وصافي غير التعويض ايكال موان زان دومي وغنعوض بموان دو ان سو كات فاكتور ان موان لعوضت بموان دو غتولي موان موان كاتر بلوس كاتر ياك بيسونس كاتر ياك وهادي غنضربو في كلشي دونك موان غنعوضو بموان تخوا يعني 1 سو 4 1 موان 2 فوا موان 3 يعني بلوس 6 سونس 4 سد هادي عليهم كامل بلوس و ثاني الاخرى ملي غنعوض 5 بيسونس 3 فوا 2 موان 5 بيسونس 3 فوا موان 2 بلوس ثاني 1 دومي فاكتور غنعوض ب 3 1 سو 4 1 بلوس 6 puissance 4 moins à la haute 2 1 sur 4 1 plus 4 puissance 4 on va faire préparer le calcul c'est cool j'ai carré bah hado rama ma tkhafouch ma ghadi yatoukomch ma rama ykounch li fi l'imtihanat w furud dakchi ma kayatoukomch le calcul bzaf ghadi yikounou blati nwrikoum kifash tikounou bhal hakka شي مشكل ضاع ليا الكوريكسيون كنت كاذبه دونك دابا نشوفو مع اي 5 انا كاين سينوس كوسينوس ايت سيتيرا بالنسبه لهاد الانتيغرال اي 5 شكون اللي يقدر يقول ليا باش عفاكم شاركوا معايا باش نعرف واش معايا ولا لا ولا بغيت لو كان وجهكم هادشي ساهل صافي ندوزوه الا بغيتو أستاذ أستاذ نرتبها هي سينوس فوا 3 بلس كوس على بويسونس موان زان دومي وحنا عارفين بلا 3 بلس كوس الديريف ديالها هي الموان سين دونك عندك الديريف تقدر تشوفها بهذه الطريقة اللي قلتي أنت وتقدر تشوفها بالطريقة ديال تبين على شكل أو بريم سيغ دو راسين أو خصك واحد دو هنايا الديريف ديالها هذي كاينة الفوق خصها واحد الموان صافي دير البريميتيف ديالها هي غاسين اونيشان صافي دونك هانت هي حتى هذيك الطريقة اللي قلتي صحيحة هذيك ما اللي عندك واضحة هاد القاعدة بلا ما تعذب راسك طلع الفوق دير موان زان دومي فهمتي اللهم نيشان دونك الانتيغرال من موان بي سيغ دو زيرو ندير لها بحال هكا عندي بحال عندي موان 3 بلوس كوس اكس بريم سيو احنا وصلوا لي زانتيغرال اللي هما كومبليكي شويه على هذا سيو خصني واحد دو نعاود نضرب فيها هنا بحال كتبقى تقاد انت كتقاد هذوك الشيء اللي باغي يكون عندك تتقاد باش تقدر تلقى البريميتيف فاسيلمون هاد موان دو موان دو نخرجها اخرى محتاجه بحال عندك هكا دو غاسين 3 بلس cos x dx قال دو دابا عرفت البريميتيف دونك ندير هكا هاد القضيه واش ديالها استاذ نار كيفاش زعما انا غير كنشوف الغاسين في المقام كنبغي نطلع فهمت الى متفق معاك اذا كان شي غاسين كوبيك ولا غاسين سانكيام وكذا يدوخك دير له بحال هكا انتما حافظ القاعده ديالو اما هادي اما هادي انتما حافظنا هي انتما تخدموا بها الديريفي ديال هادي هي هادي شبعتوا بها خدمه انت كيفاش انا نعاود نصيفط لي جديد دابا لي زانتيغرال من القدام كاين دي زانتيغرال صعب من هادو اللي غيوقفوكم وغنعطيكم فرصه في انكم تجاوبوا عليهم براسكم وغادي نعطيكم سوليسيو انا نصيفط لي اخر نعاود نصيفط لي اخر دابا قلتي موان اللي ضربنا فيها ان موان ان موان هادي هادي هنا هنا
عرفتي علاش؟ حيت شنو الديريفي ديال 3 بلس كوس اكس؟ شنو الديريفي ديالها؟ هي موان سينوس اكس. فهمتي؟ حنا كان عندنا غير سينوس اكس، انت هنا عندنا غير سينوس اكس، خاصنا واحد الموان هنايا. دونك هاد الموان نديرو هنا ونديرو ثاني مره اخرى هنايا باش نيكيليبري القضيه، ما نكون ما غيرت حتى شي حاجه. هذاك هو الموان اللي بقى لي هنا. فهمتي؟ فهمتي فهمتي فهمتي. عطيك مثال اخر، عطيك مثال اخر بسيط بسيط منه. عندك مثلا غاسين ا موان اكس، هادي هادي نورمالمون خصك انت ا موان اكس بريم الفوق، ا موان اكس بريم هي موان زان. دونك الا درتي ا موان اكس بريم بحال درتي موان زان، هادي راه هي موان زان، وانت عندك ها خصك دير واحد الموان هنايا. فهمتي؟ باش تقدر تقول ان بريميتيف ديالي هي موان غاسين ا موان اكس. فهمتي؟ داكوغ داكوغ. دابا شوفوا البريميتيف، دابا تبدا القضيه شويه فوقاش فوقاش، بدات تنكش القضيه في الانتيغراسيون باغ بارتي. المهم في هاد لي دو انتيغرال هادو، حتى في الانتيغراسيون في هاد الانتيغرال هادي اي 7 تقدر. علاش؟ لان فيها الكوس سين، نتوما تنساو بزاف قواعد ديال الكوس سين، ماشي غير نتوما كلشي، لانه ما كتخدموش بهم بزاف، ماشي حد نتوما ما تنساو، لانه ما كتخدموش بهم بزاف عادي، اساتذه كينساو. وصافي هنا الانتيغراسيون بار بارتي نركز لكم عليها، لانها واحد التكنيك مهمه بزاف، مهمه بزاف كتستخدم بزاف. ها دابا نشوفوا هاد الانتيغرال اي 6. عفاكم عطيك زعما عطوني ليدي، باش كنتو عارفين ليدي بلا ما نديروها. هاي باش نضربو بعدا في واحد 3 وباش نلقاو التجاوب ديال ان بلس 3 اكس ونقسمو على 3. يعني يقول لي، قول لي القاعده اللي نخدموا بها ديال بريميتيف شنو هي؟ استاذ في الاول استاذ اش درت؟ نحسبوا ان بلس 3 زيك نحسبوها اي بريم فوا اي، اي بريم فوا اي بلس ان او الاف. لا نخدموا استاذ، غادي نخدموا استاذ اون فوا او دو دو. نعم واحد واحد نخدموا بالدليل تاع اف على بويسونس ان. هي هادي بحال اللي كتبت، نخدمو بهاديك او او على بويسونس او، او بريم او على بويسونس او، او بريم او على بويسونس ان. هي هادي البريميتيف ديالها هي ان سيغ ان بليس ان. وكاين واحد الوحده كتخدمو بها بزاف، شنو هي؟ شكون اللي يقول لي شنو هي الديريفي ديال ان سيغ او؟ شنو هي الديريفي ديالها؟ افيك او موان زان موان او بريم عفوا سيغ او كاري، هادي راه ماشي اكس، او دو اكس فونكسيون فونكسيون. ما كتلاحظوش كاين شي حاجه كتشابه مع هنا؟ ما كايناش تحت اوكاري، ما عندكمش واحد الفونكسيون اوكاري الفوق كاين ديريفي ديالها، خصو على شي حاجه. بصح خصنا شي تعديلات، خصو واحد الموان، واحد الموان صافي. وتقدروا تخدموا حتى بهذه القاعده، يعني تقدروا تشوفوا هذه تطلعوا هذيك الفوق تشوفوها على بيسونس موان 2 وتخدموا بهذه القاعده. هذه البريمتيف ديال هي ان سيغ ان بليس ان بيسونس ان بليس ان، تقدر تشوفوها بهذه الطريقة هذه. صافي دونك كل واحد كيقدر يشوفها، ولكن نتوما القواعد اللي ساهله نستخدموا بهم خاص نقشعوهم دغيا. بحال دابا هذه ندير لها نيشان الانتيغرال دو زيرو و ان ان دو. ديريفي ديال ان بلس او بيسونس 3 اكس، ان بلس اكسبونسي 3، شنو هي الديريفي ديال هذه؟ هي 3 اكسبونسييل 3 اكس. فوالا دونك دونك شنو 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 غادي خصني الفوق؟ خصني 3 اكسبونسييل 3 اكس، خصنا واحد 3 هنايا وصافي، نقسم على 3 ونضرب فيها صافي. وهادي هادي هي هي 1 بلس اكسبونسييل 3 اكس كاري.
sur exponentielle 3x carré dx. Fini carré, la fois. Qu'est-ce que carré? Oui, c'est ça. Elle dit qu'il y a 1 plus exponentielle 3x prime, chez carré, sur 1 plus exponentielle 3x carré. Je vais vous dire que نخدمو بانه بريميتيف ديال 1 ديال او بريم سور او كاري اولا موان او بريم سور او كاري هي 1 سور او يعني بريميتيف ديال او بريم سور او كاري هي موان زان سور او لو بغيتو تخدمو بهادي ديروها واحد الموان هنايا موان وديرو هنايا شفتو صافي غديرو سي موان زان سور 3 و البريميتيف نيشان هي 1 سور 1 بلس اكسبونونسيال 3 زيكس 0 ال 2 في تبقى غير التعويض اختار تعوضوا ب ال 2 هي 1 بلس اكسبونونسييل 3 ال 2 يعني ال 2 بويسونس 3 باش تقدروا تخدموا اللعيبه ديال الاكسبونونسييل وال ال انهم فونكسيون ريسيبروك ديال بعضياتهم نعوضوا ب 0 اكسبونونسييل 0 سي 1 صافي موان 1 سور 3 1 سور 1 بلس 2 بويسونس 3 كي 8 sur 2, calcul. Donc, on a chauffé ma I8, ma I7, pardon. I7. I7. Quand j'ai fait ma I6, il m'a fait un petit chalet, ça. Ah, vraiment. اللي هي وصلت لها نخدموها ونصيفطوها لا شوفوا مع هادي وخدموها وصيفطوها لي هادي شوف شكون اللي غادي يعرف ليها صيفطوها في الجروب مزيان حتى هادي تخرجنا هادي هاد الفورم يا اما نقدروا نديروا هاد اولير نقدروا نديروا هادي لا بصح هاد الثانيه اللي قلتي لنا هادي ناهضك بلا ديمونستراسيون هاك نيشان هادي تقدر ديرها بحال هكا الا بغيتي تستنتجها فين عندنا كوسين كوسين فين عندنا عندنا في سينوس ا بلس بي شنو هي سين ا كوس بي بلس سين بي كوس ا ياك وسينوس ا موان بي شنو هي سينوس ا كوس بي موان سينوس ب كوس ا غتشد هادو دير ليهم الجمع دير ليهم لاصوم يعني كاينه بلوس هنا غدير ليهم لاصوم غتولي دو فوا سينوس ا كوس ب كتساوي هانت الا درتي هاد ان دو جمعتيهم غتعطيك هادي بلوس هادي هادي غتمشي غتبقى دو هانت دو سينوس ا كوس ب ايكال سينوس A plus B plus سينوس A moins B صافي وغتقسم على هادو هنايا إذا من هنايا واحد الأقواس هي هادي غتخدم بها كتحول الضرب الجمع لأن الانتيغرال ديال الضرب مايمكنش ردها الضرب ديال ليزانتيغرال ولكن الجمع الانتيغرال متفاهمة معاه صافي كاين شي حد صيفط لي جي ريبونس نشوف نذا شي مشكل دونك لا سيس هي هادي اللي احسن فيهم هي هادي اللي قلت الاخرى وتقدروا ديروا لينياريزيسيون بالاكسبونونسييل ولا غير بالفورميل دو لير هي هاديك الفورميل دو لير كتمعنى لك انت شي بويسونس 4 ولا شي حاجه هكا مثلا شي بويسونس هنا 3 وهنا 2 شي حاجه بحال هكا تما فين كتنفعنا هذيك اولا ريغال دونك شنو غندير سي الانتيغرال من 0 ا بي سور 4 هادي هي تو سامبلومون هي 1 دومي سينوس ديال 3 اكس بلس 5 اكس بلس سينوس 3 اكس موان 5 اكس عندكم تقلبوا لهم الادوار راه سين ا كوس بي قلت لكم قبيله
dx égale 0 pi sur 4 1 sur 2 sinus 8x plus 1 sur 2 هذيك 1 sur 2 اصدقني وصافي خرجها بحالها ديما لي كونستانت خرجوهم على الانتيغرال ماشي ديما زعما ما كنتوش محتاجهم sinus moins sinus moins 2x il y a moins sinus de ممكن نوصل تورينا حتى ديك الطريقه ديال الفورمول 2 الى هي واخا dx صافي دابا هاد البريميتيف بريميتيف ديال sinus ax شنو هي هي 1 sur a ولا moins 1 sur a cos ax واخا تكون ax plus b هانيا ياك او كوس ا اكس بلس بي بريميتيف ديالها هي 1 سيغ ا سينوس ا اكس بلس بي ديما باش تعرف تاكدوا من هادشي راه كديري في هذه كتعطيك هذه كديري في هذه كتعطيك هذه هذا المول لان الكوس ديريفي ديالو هي موان سين ما كيمشي هذا المول وانا كتخدم بالكومبوزي ديال الديريفي ديال الكومبوزي ديال دو فونكسيون مثلا كوس ا اكس شنو الديريفي ديالها هي الديريفي ديال ا اكس كوس بريم ديال ا اكس يعني اف موان سينوس ا اكس راكم عارفين هادشي دونك هادي صافي نيشان هي ان دومي انا موان ان سيغ ويت كوس ويت اكس موان تولي بلوس سيغ دو كوس 2x 0 بي سو 4 بقى غير الكالكول شوفوا الطريقه ديال ديال اولير ولا نخدموا بالعلاقه ديال اولير العلاقه ديال اولير خلي هذه مكتوبه باش لا احتاج شي واحد ربما يقول يشوفها دابا امسح هكا العلاقه ديال اولير سامبلومون انا شد بوحده هذيك سينيس 3 اكس لاحظوا انني غنلينياريزيها بهذه الطريقه ونحصل على نفس لينياريزاسيون هذه هي اكسبونونسيال اي 3 اكس موان اكسبونونسيال موان اي 3 اكس sur 2i a وصلت تقدر تبين لنا الاي ويت باش تلاه فاهم هادي يبدا في الاي ويت اييه ها هي الاي ويت هي الانتغرام من 0 ل 1 ديال 1 سيغ 1 بلس اكسبونسيال اكس كتبها لازم نحطها تما هنايا حطيت لكم بروبليم كامل في الجروب هيا دونك ها هي فوا اكسبونونسيال اي 5 اكس هادي كوسينوس هادي دونك غنولي بلوس اكسبونونسيال موان اي 5 اكس سور 2 غندير البرودوي غندير البرودوي تولي 4 اي لتحت الفوق غادي ندير الضرب اكسبونونسيال اي 8 اكس اكسبونونسيال اي 8 اكس بلس اكسبونونسيال نضرب هذه في هذه كندير الجمع ديال لي بويسونس تكون موان اي 2 اكس ها دابا موان هذه في هذه اكسبونونسيال moins ou la y a i2x c'est un 5x moins 3x hadif hadi est-ce qu'on moins exponentielle moins i8x je pense que dire là c'est regrouper tout les بحال بحال جيبهم حدا حدا tout les بحال بحال جيبهم حدا حدا donc هادي تجيبها مع هادي باش تعاود تخدم فورمول دو لير هادي نجيب حدا هادي
نقسم على 4i. انا خصني ا 2i باش تخدم اولاد. دونك بحال نعمل ب 1 دومي ها 2i موان. وهذه فيها الصوم، فيها الصوم فيها الصوم فهمتي. لا ما فيهاش الصوم، انا جبت هذه مع هذه دابا، عاوتاني هذه مع هذه، هو هذه اللي خصها تسبق. دونك ندير موان ونفاكتوريزي ونفاكتوريزي موان اكسبونسيال اي 2 اكس موان اكسبونسيال موان اي 2 اكس. قاديت هذه مع هذه، عملت بموان سيغ 2 اي، لان عملت بدو بقات عملت بان سيغ 2 بقات على 2 اي لتحت. متفقين معايا ياك؟ ان دومي دابخي الفورمول دو لاغ شنو هي هادي؟ هي سينوس ويت اكس. شنو هي هادي؟ هي سينوس موان دوز اكس. شفتو؟ نفس النتيجة. انا راه كالكولي درت بريمتيف، ها النتيجة هي نفسها، نفس النتيجة ياك. دونك ودابا بحال خدمنا واحد لوتي اللي هو قوي باش تحل المشكل بسيط، هنا احسن نديروها الاخرى. ولكن هذه بحال دابا واخا تكون شي بيسونس 2 هنايا ولا كذا، هانية كتمرتو شوية في الكالكول. وكاين واحد شونجمون دو فاريابل، ديك لي ريغل دو بيوش كنديرو شونجمون دو فاريابل. المهم تنهضرو عليها بوحدها في شي اكزرسيس، لانتيغرال ديال كوس بيسونس ام دو اكس فوا سينوس بيسونس ان دو اكس، لي كا اللي فيها. المهم بالنسبة ليا اللي مهم هو تعرفو، علاش بصحت هادي؟ بالنسبة ليا المهم هو تعرفو يعني كيفاش تخدمو بحال هادو مزيان، لانتيغراسيون باغ باغتي تا هي مهمة. دونك بالنسبة لإيويت حتى هي سامبل، خصكم غير تلاحظو واحد اللعيبة، ولكن هي سامبل لا شفتوني كنخرجها، ولكن كتبقى في ليدي. دابا هادي غتقول مع راسك عندي ان سيغ او، ان سيغ او دو اكس، شنو خصني انا باش تكون عندي هنايا تكون عندي شي حاجة عندها معنى ونقدر نحسب بريمتيف ديالها. خصني او بريم الفوق، خصني او بريم، وانا عارف ان ان بلس اكسبونسيال اكس اللي هي او في هذه الحالة الديريفي ديالي اكسبونسيال، دوك خصني تكون عندي اكسبونسيال الفوق، خصني تكون عندي اكسبونسيال. استاذ ما نضربوش اكسبونسيال مو اكس، ولا ضربناها نقسمو، ولا ضربنا فيها غادي نقسمو. نضربو فيها نقسمو دونك لا ضربنا قسمنا عليه راه يبقى لينا لتحت كنديرو معاه. ملي جينا الالم مع الاكسبو، لا الالم زعما زعما باش يجينا الالم الدريفي تاع بريميتيف. بريميتيف ما نقدروش نديرو هذا اللي قلت لك، خاصنا نضربو في او موان اكس لتحت او موان اكس فوق. نضربو في او موان انت ها هي نضربو في او موان اكس مزيانة. نزيدو هادي اكس ونقصوها، نقدرو عاوتاني نزيدو هادي 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 مزيانة، هادي مزيانة. نضربو في موان استاذ وتولي عندنا الديريفي ديالها الفوق. كاين كاين هاد اللعيبة اللي قال الدري نزيدو اكسبونسيال اكس ونقصوها، هادي مزيانة تولي هي ان موان اكسبونسيال اكس ان بلس اكسبونسيال اكس، هادي مزيانة مزيانة. دونك هادي زين مزيانة ديري خصك ا موان، خصك ا موان صافي. لقيت البريميتيف تقرا البريميتيف هي، سمحوا لي ما كنديش لي بون باش نزرب هاي دي اكس اكس البريميتيف ديال هادي هي خرج موان موان الين اكسبونسيال موان اكس بلس ان ياك زيرو ان. وهذه هي نفس القضية دي اكس راكم عارفين هادو دو ميثود جوج مزيان، هادي سي اكس موان عاوتاني سي الين، لان اكسبونسي اكس هي الديريفي ديال هادي الين ديال ان بلس اكسبونسي اكس
اول كنديروا فالغ ابسولي الين ديال الفالغ ابسولي ديال الفونكسيون. علاش ما درتش فالغ ابسولي؟ ان ماشي ما درتهاش، درتها ولكن تحيدات، لان ان بلس اكسبونسي اكس بوزيتيف توجور بور توت اكس ما بغا يكون صافي. مزيان لا عاودت غتعطيكم نفس الريزلت ملي لا عاودت حسبتو وحسبتو هادي وثاني عطيكم نفس الشيء. مزيان دابا ندوزو شويه لانتيغراسيون باغ بارتي. لانتيغراسيون باغ بارتي، لانتيغراسيون باغ بارتي هاي en utilisant la formule d'intégration par partie, calculer les intégrales suivantes. Je vais vous poser les questions de vous dire que vous avez dit فيه الانتيغراسيون بار بارتي. هذا مزيان، هذا الاكزرسيس مزيان، كاين بحالو في الوطنيات زوين. صافي نخليوه حتى نديروه صد حتى نخدموا عليه ونديروا الحصه الجايه. صافي هذا نديروا الحصه الجايه ودابا نجاوب على الكيسيون ديالكم سي ميو حسن تيبان ليا باش ما نتعط باش ما نعطلوكمش. احسن استاذ وصل ل 46 دقيقه اي بيان.